تعوض يعني كل سؤال وهذا قريب كله كمدة برامج كينو وايتشوب عبد الرحمن ظاهر عيناش عبد الرحمن مقصله وحن شو بنبرع سيدوكرة ده أيامه هو قعد كاي برع حوله كسعودين أيو صاحبك حسن ضيع حسك صورة عينه كتشبيه تشيل خمدارة حودك برع يقول ما تقول تجين ولا ما لبي قعد عبد الرحمن بالحلك يشك كذي نقص يعني بقى بسم الله الرحمن الرحيم ورنت هالك ميلها سيدين عمرس حسن ضيع يسوق ده قاري تاكلين توجودي وروح صومر كم كان عدم رابه استان شايعنا واتير هير كبيان تلو شايعنا مكارنس اللي يري نكود انت هالك هرت حسوس يربا عليك اد او ترين كيو سوين وش قيني وهو يو يا بابا انت يا كوتشري قبت مركان يجا حسوسته هدي انا يا رينا وان كلا وانقلت شر هدي كلون شاكا وانا يعني مور كلان قلت وانت يا انقبت كوتشري مركان يو تاس كتبا وركان بنتي نيمو ادوك ساسا كوبا هانشر بورتس سوتس لو عشان ميلها مركان هذا وربت شو جبا قارقة حسيت حسوم راي وتاكلين تسيدي باش تيجنا مش توجي إما كم هو بيني وده السعودية يجون باش كام كون سنة عن كو كلنا يجون حسن للسعودية وقارقة بل السعودية أي من الصور تام هو هذا باش تيج با صورة سنة تاني أنا صاحب أنا هاي النوا كسر واي نمر نيو برعين تيجنا برع كم جدي بوال بضع هركيسان أرتوور ما هركيسان تاني نعنا فقست فردوني نعنا أسلمت يا حالة دي حاسس واي نمر تنا هذا سيم تجينا سال سنة تذكر عنا سيدي بات بيت أركاس محمد معلن لنا كان هل كان محيط قلتي برعي يالكي بين سير عيس ها في عم بك هنا في سال كان تذكر عنا هل كان سهل سيب حين ما أنت يجوه رسيا لو يقدر وذكره كاي يرون ده كوبا وقولين وكرنا سادة كاشان قاد بيها أدوك سال سنة كوبا وحن تذكر عنا حسن ضيح يي باش ديق ادم ورابه ان هلكاسن كبخناي waxaan tagnay maxay ahayd ان gaarigan iyo taakulantan wuxuu wada ciidankii ان burlibax ayaan filaya tibna halkaasan tagnay ila ka hayno marka burca ka yimid oo gaarig toota wati oo hadana ku noqonaya ayaan soo raacnay inay baash diigiyo يا عيدا كلابا وسير كي مكا وسير كا محمد كا أوكي سأسأل كو يعني برعك سوق كلا برع واحد كتير تي لو لبادي ويجا ودم بيجي قاب كي لوجا سهر لا عيد ما فر بدن وطاي كا فرنا وحن ده حدود تشوي هرجي سبب ويسوق كلي برعنا سدوا كلا ده ما هو وين حسوق كلا أما حسوق كلا أنا عيد ما دوسات سوق كلي لكن عيدا كلو لا مدة وحمراء يعني dhinaca kaga furnaa sidaan qorshaha anigu ka arkayay rasaastan iyaga laga furanayo inba lagula dagaalamayo xoogooda wax rasaas oo kale hagaagsan may jirin dee gurmadka gaasi dhugoolayaasha oo iyaguna de rasaastooda sita marka laga reebo dabeed qoryihii way bedeleen waxay u bedeleen qorigana M16 la yiraahdo iyo faalgurayo marka istiraahadaad ku soo dibadna nag wax aakeeyaba waa laga waay marka kuwii dee faalgurirtay dee M16 ad sitay iyagu xoogaa bay ka rasaas ay ka cuuranayeen halkaas horta ay ka timi xaaladda dee rasaas la'aanta dadayn xagga madaaficda harkaysi dee buur baahay waana runtii ka madaafici badnay markaan labadooda isu qiimeeyay oo halkan waxaad moodaysay sida roobka taalifteed hubiyashay dib waxay madfaxayeen way ku wadeen laakiin haddi noocaas oo burco ma ahayn markaan soo eego waxa kale oo caawinayay burco dhul dee maxay ahayd bataxood ee aan buurahay oo marruu noogu dhacay meel aan sinima la waa 30 mitir ayuu isagoo saasoo kunu shug u yiraan u qarxin waqtiyada taawan arkay dabeed ciidamadu subaxii ayuunbay sidii frontka lagu soo kaliya jiray
مهر كيساعات أما برعات مرتين وير لقاضي مويا مرك قال هبين كهلك هاي إسكو قدم تعيد ما ذو أسلمت عادي يروح حيول هادين إسكو صغير حاجة أنت بقى صار نقطة قرية هي مالها تبين الصبح هي أي وش شغطة كان سيدي حالة أي شغطة لكن الحالة من اللي تري جرتو تاسوان كدري مي هر كيسي يبرعة تبين مركان فرنت كتقنو أقول لقينا سد إلا إنتي هذا نمرك تبغى تصور لقينا سواح تجيسة تعال ما ذي أكله فرنت كنا واحد ويا أنت مكال كان يمشون أكله نظام نوع عسى وشري قلوا بدي مالي ساحتي مالي كوا أكتبه ورشة سنة ويسكتش تبغى الصبح الصبح ها كم ذا يعني بشتيك يعني المعلن ها ومرك هاي سوق برعان وقطعنا ملمها وريسي oo ciidaha laga dagaalamay waxa aniga baashii tiktona marka aagaga si fiican uma naqaan xanaan baan loo ahaayeen inuu xanaan loo rintiramayna ka macallinka ayaa noo ahaayeen ninka aagana kala tusay xanaan baan doon soconay dibadda laba sakadood oo dhaadheer ayaan dabada ka soo galay maalin dibadda beebe dhinaca dabadii saatahay oo xagga u yirteeda ayaan ku niri aan muxuu ahaa beebegaas xanaan baan tusaaga yiri waa ku weyni waa ciidankeenni waanu soo socona socono beebegii markaanu labadii sakadood bartankii weliba dhinaca u dhaafnay ayaa beebegii dhinaca dabada u jeediyun baasaan u soo jeestay anagun buu nagu afuufay xalaaliya wuxuu rasaasayay wuxuu baroon hayay waana laba sakadood albaabaduna wada xidhay تبي سدح الباب و اسكو حيقة ايان سدع انت يري كير 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 سو مدار اسكو مسحنا ايان سا اسكو مسحنا واحا يري كير كير كاسو تبادنا اسنا رساستي سيوالان ايو مركاو سوري دي كدار كاسو حيطامر مرسا وقود فو سي نوغو سو نوغو سو نغطو تبادنا وقود سو رغاقتو سنة ايا ادوك مركو نوغو سو دوادي ان وحسبنا نما حيسان ayaan wax yar oo naabaal la oran jiray halkaas loo yirso meel yar oo la suudana leh iyo sideero salaa qabto miinadan gacanta ee anti tankiga samayskii suu yareegi ayaan anigu haystay kii baan soo xasuustay inuu miinada yar shabaho dabadeed intaan sidaa farti yar halkii geliyay een saab lula horta inuu miino qaataan maleeyo reewas buu gashaday xooga luuqii shisha oo markaas ka dhinacana inaan qolaa soo yar gasho midba halkaas saban ka soo riyay horta ilaahay halkaas uu nagu badbaadiyay meesha waan ka soo baxnay luuqii baan nimi inankii saban ka rido suulkaasi laalaado oo rasaastu ridayay halkaa kaga dhacday ayaa uu dhammaan waan xidhxidhno ninkii macallinka ahaa ee xanaan ee meeshana tusa horta maalintaa ayuu intuu halkaa isla taagay qori faal u haystay bartankeeda labadii sakood bartankeeda ayuu beebeegii halkaa ka tooganay laba goor baan soo qabanay garabka aniga baashti uunur waa balka xagga naga soo leexo beebeegii waxa hayay uu soo furaya ninkii dee tiisaa gashay markaanu dhinacan uga soo leexinayba halkan buu istaagaa dhug dhug dowanimalkii sakaasuu ninkaasi ku dhintaa laawan xaristay xanaan oo waqtigaa yare ayaamaha aan isbaranay adigu faqistii waxay samaysay hadday qabsato 200 meter iyadu dib ugu noqon mayso subaxa dambaad ka lahaysaa aagii aad ku ogey ayaad soconaysaa bal ka riixo meel ka sokaysay iyadoo joogta ayuun baaba loo yimaada sidaa u soo waday ayaanba ayaan ayaanba ayaan ayaa waxay xaaladu iskugu soo ururtay sakadihii xaggan u xigay dhinaca galbeed xaggaas halkana waa kii bannaan ka xigay korona koronkaasun baaba ka sheeyay yaro guriya horta maalinta xanaan naga dhintay laba ninba subaxaa yidhi waanu iska nasay inaa anagu furanta tegmayn oonu guriga kagnin wayguna dee nimankii jabhada haaya labadii nin isagoo midna taagan yahay midna sidaa u kadalooba quraac yar sugayaanoo inaanay samaynaysa
ayaa xabad xabado jeeraara ah oo nooca bronka aan u maleynaya inuu yahay ayaa kii taagnaana labada booriya iskaga baxay, kiisaa u kadaloobeyna halkaa feera labadiiyo meyda ayaa baan ugu nimi xaafadii annagoo isle u warama maanta waxa idin gaaray iyo in xanaan dhintay iyo u warama oo labadii nin qul ahaan islahayn u warama oo hablii uu yaanoo meeshanoo halkaa meydkoodu yaal. Horta xaalad dagaalkee burco runtii way adkayd. Rasaasta AK-gii waxaas inuu yaraanayay shidaalka hadalkiisa daa, dibadna guryihii ugu baaleeyey galab maalintii laga baxayay galabnimadii ayaanu aniga baashatiig iyo nin gurigan wuxuu lahaa waxa weeye ninaa ilmaadeernay baa loo guri weyn oo fuloo alaabo badani taallo. Ninkii baanu soo marnay wuu arkaa in meeshii dee la iska soo saarayo wataa aanu yidhi kaalayo alaabtan wixii aa qaadi kartaa qaada shandaduu halkan soo dhigdhigaya waba eegeegaya dabeedna aniga baashatiig saasaanu eegno baashatiig wuxuu qaatay go weyn oo guyi dhaxanta haama garanaysa anna go weyn baan baadhbaadho go kale weyn baan qaato intaasaa u duuduubnimaan sidaa u jeen qaran baashatiigna sidaasoo kale waan alaabtana meydan qaadin waasan alaabtana iska taallo oo loo soo noqon doonaa adigu wixii aad bal ka soo qaada aad qaadan karto. Ninku wuxuu soo qaatay shindad weyn iyo kamanka musician ba haa malmalayaa isagu wuxuu ahaa dadkii barcoodee deganaaya shacabkii deganaa dabeedna labadii isagoo sita annana aanu markaa labadaa go uun aanu weliba saa u xidhanay aan sideenno ayaa baabuurtii oo naafta iyo gaas la iskugu wada daray oo qiiqa ay kicinayaan aad yaabayso oo bannaanka yaraa ee garoonka markaa maraya ayay baabuur qolo saarinna garatay halkan daaqaday ka garacay arwa hebel iyo hebel hebel u joojiyo uu yar gaabiyey muu joojin isbiirkii uu ku socdin buu ka yardaayo waan carno waan fuula sida baan aniga baashatiig horta kusoo fuula ninkii sitay labada shandado shandada iyo maxay ahayd kabanka weyn isagoo labadii ha labadii isagoo la ordaya ayuu damcay in loo joojiyo anana waa kanoo saan sidaa gacanta iska tuur bahalaa ninkii wuxuu tuuray shandadii rasaadkii fuqashto iyaduna kuway soo dhaaftay magaaladiibuu sakadihii usoo kooniyey bay markaa ay ku soo furaysa baabuur badan baa markaasii baxaysa wax naga horeeya kani waxa weeya kii markaa aan isini malaa waa kii ugu dambeeyey. Dabeedna shandadii markuu tuugu kabankii ku dhigay de magacaankuna uu ku qabsanaya gaari soconaya dabeedna kabankiina wuu sii daayey marka uu kabanka sii daayeen ku qoslo aduu gaarigii soo qabsay dabeedna meel dhexo tuulooyinkii dhexaynu siir taagnoon ka yeeshahayn ninkii qosolkii horta wuu igaga cawda oo baashatiig buu igaa iska tegey baashatiig buu warramo baashatiig laftiisii buu markuu deego warmo anagoo shandadii waxay sitoo ugu qoslo gaarigana wuu joojin waaya baashatiig laftiisaa ku qoslay wuu yidhi adiga maxaa shandada iyo kaban xaggee yihiin maxay kuu tarayaan laba go inaad soo qaadato dhaxantaad ka wato taasaa muhiim ahayd. Horta sidii baanu ciidankii kaga soo baxay qiiqoodana waad arkay waxa lahaa waxa lagu shubay gaas ee loogu kordhiyey wixii dee betrol wax oo halkan deegsaaska waxay ka sii deynayaan ayaa cajiib ahayd dabeedna meel dhexo burcaba aan ka fogeyn markaanu marayno horta maxamed kaahin wasiirkan arrimaha gudaha oo geed yar sidaa harkiisa u jiifa oo dhaawac yar oo fududina soo gaaray ayaa la yidhi waa maxamed kaahin ninka halkaa jiifa dabeedna waanu joojino qolo yaroo ciidanina way ag joogtay mira dee malaha bodhgaaruun ahaa laakiin aan dee ciidan kaloo badan aan ahayn dabeedna waan soo degay. Maxamed maalintaa waxaan ku yiri su-aal baan weydiiyo waxay haddii burco laynaga saaray aan hargeysayn inteena halaan ka baxday aan hargeyso xoojina intaan hargeysana laga soo saarin dadwaa nin militariyo uu qoslay dadna waxay ku yiri waynu haysanaa dalka cabdiraxmaan waxba burcayo eegi adigu jawaab noocaas weysiiyey sidii baanu dabeetana ku nimi gumbir libax
أنو عيد ما ذوي كله قبل سبعين عيد واحد تجين محي هاي أذويني عيد أنا وحول له أنا وحر عيد كي دين عنكو برباح وتجاهد كان الله صعد بقى حكا كتر سنة إنكو برباح وحن يرتجو قبل بعشرة هلك حالات دي هلك مركات شوكتي وحيد إنه تنبون نكتبين ما يشرين مركات قبل بعشرة شوكي بان كسر بحي وحني مي أذويني أنا قارو صرعة، أودوينه وحنا كوكولان لأنك أنك سوي شيء كي سوي رديت شري سنتريا فرح دارة، هالكاسان كوكولان، كور كلام، فرح وانا سوي السنة، سيدي وريش كورا ما كوشة كي وحويشة كي عندنا عن شاخيو، هالكلام نوع عاسة وشوقي قريب كي مشتي، وحنا وحويشة كي عندنا عبري، السقو، وصعنت أنا. أنا ما حيرني العاية وحنص عنده أنا محيط كالبيت شدي من يلا دو ساسا حاجة كسورنا أبو كربان نمي عيد ما ده إني هركيس كشري يقلفتو وقت يرى أنت عن شيء داس حاجة كم غنا أنت برع على قصوب حي وحبذن ما يكلتن بيه تبين حاجة يبي شينا هاي دين عسوب حين بالي مركع وحي فين تريه عيدا كيس تحت وحد سوك حي سأل مغلي أبا الله من حريست تعرع ناش ويروحي فنتريا حكى لنا كل قاندين عمبري شامعي نكي سركال كهاي شامعي ربل رنشري نكاسنا وحي تكنيكي وحى أيو قاندين عاقل بيت أي كصبح وحنا سلمنا تكنيك هذا حكى نشحشحي وحشري مو يعني وده هيك سبعين شري هذا سر الصبح هاي مركب حليش كوجي يمي عيدا كي تقني كذو تي مستحاضة هذا مسجد علي بها تي حاك الصباح وحي ماتين هل كان يعني باركو مشي ليرة هل كان ساعة بالخروب كنا جهي وعيدا كل مستعد سوق يعني عيدا كي استحاضنا يستجون ويجمي وعيد ماذا أبو تي كم تهاين سيد علي ورينا عاك السوري جيت شاعري علك السنة هل كان وي ماتين تبدنا واحد شو بيع أيضا كي كله تبنات سونا جيدة تكنا برجو أجا أيضا ماذا تبنات بالبهال كه كل مس أيضا الجسمي تليا أجو حها نكلا إيراد تيب كري الله ونحرسته ودنت يوم كحجين كي سونا نين محمد الله اللي ورد شري وسنا نكرنا له لقنا كير دتني شري نكاسا سنا تليا أجا حجين وها مرکا با هرکن و لبچه رو هرال ور سان ور کوک مغلیه بسوي بسوي ور کی نلگسی مع یه دمادی ور میت کی وحی میت کودی لباس الله فی حقی بیه لام بین گورنچن بسوي با وحنا لگر دگه حیه بهار لیف آخره میل دفاعی دی حالتی تو ادو ور پنو عاس ایا قلوین کی هر میشه لب گور لب دی گور هر ور information كود information نوع عصوها، and أقول حلو هذا بقى إذا ما دي، and صبح يدنا بالي السلام عليكم، لبا راعوك على تنبيه لبا تشد كونود، شحدي اللورد كنوع عصيه، شنو يتمن دقيقة ما يقعد، مشي الهواء بر هاي بارلف، سأصور تلقو قبتم ده في عنا ولا قصو تشيتي، and تقنية كلو شيء بيو حاس كم يتهاينه ولا كسوق هذاي تبعنا قلب نمدي يدو دبل لقى سعر بحوا مال كايا لتقنيون ده بسوي انت بعد وحقا كسعر هوس إنسان شوقنو أيا غير ما هو تني كي شكر لورن شري نكبت هاي شرو تريا ورها إنك وحاي هيسن شري أيا غير ما هو تبع دين عانك ويدارتي وجميل هالكين dimbriyale oo daaw ciyaalkan laga qaaday daaw ceyni oo dimbriyale yaalo ayaabay goor kalaba soo kalno research studio wuxuu diba la maqlay ciidamada gurmada oo ciidankii Sidii Cali jiibabkii iyo gabadhii reerada tiknikada ahayd ay kamid yihiin yeena xasan la laqiyo intii fuushay ayaa meeshii soo gaaray
ilaahay horta uu ka qariyo may helinayn ciidankeennii dhaawac ahaayo waxaa lagu qufulay meel shukrigu waa wii surtaagaa la yidhaho ka horraadli rabbigu wuu ka qariyey ciidankeennii gurmaday wuu gaadhay laanloobar yaroo qolo ciidankeennii ay ka qabsadeen maalintaa hore habaasweyn markaa ciidanka weerarkaa hore habaasweyn ay ka qabsadeen ayaa oo sankor iyo waxsaarayin bay qaar halkaa ula carareen oo dhimbilka iyagoo jooga ayaa laanloobarkii sankortii yareedna laga furtay iyagiina la yidhi kala ayga oo laga eryaday dibna ciidankeenii baa yimi horta laanloobarkiina waa la soo qabanay beebe meel yaroo gacan iyo wax kaga dhacayna oo markuu yar hantaaqamay dan waxaan isidhi markii dambe wuu kici waayo baan isidhi wax kaloo ku dhacay haa siiqad ninkan oo jabaada ayaa yidhi siiqaaba ka dhacay kaana meeshii baa lagu qabsaday oo iyagiina waxaa laga faa'iiday maxay ahaydeen beebega laalo markii yaraa ay qabsadeenna dib baa looga qabtay wax dambeo laakiin ayagu wax yeeleeyeen may jirin dhaawiciina ilaahay baa ka nabadgeliyey halkaasaa maalintaana dhacdadaasi oo dagaalkii u horreeyey ee ciidamadeenii soo baxay ee ugu muhiimsanaa mid yaroo aabo ku helay ciidankii fantariga meegaagta wuu jiray laakiin lamaan joogin laakiin dagaalkii ugu weynaa ee dhaca mar ciidamadeennii baxay kaasaa kow ka ahaa iyo dagaalo kale oo sharmaarka iyo masaaska iyo toon iyo xaalado badan oo ciidankan xooga badane la yidhaha cabdicasiis saddexaad goor duhur uu yimi kowdii marka dambena habaasweyn buu mar dana ilaa iyo sheekh moolde intaana mar baynu haddii aan la yidhaha daawadayaal halkaa waxaan ku arkaynaa qayb kale ka mid a barnaamijkii waa joog waxaan joognaa iyadoo waddankii inta badan dibadda looga saaray jabhaddii aslam marka oo magaalooyinkii laga haysto dibadda isku soo urursanayaan kulley waxaa kale u harsan waa inay markii u dambeeyey ay ku kici doonaan ay ka qabsan doonaan dowladdii siyaad barre marka insha allahu waa kaaga mahad celinaa cabdiraxmaan daahir caynaashow weli inaad noo sii wado barnaamijkii inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa kamaradoosayda iyo xagga farsamada cabdirasaaq cismaan ah fi amaanillah.